الوقت الذي أكدت فيه حكومة ولاية النيل الأبيض التزاماتها برعاية مشروعات الجهاز الخامي لتشغيل الخريجين بالولاية، نجح الجهاز في تنفيذ مشروع إنتاج الثروة الحيوانية الخاص بالخريجين والخريجات، وذلك من خلال جمعيات تعاونية ممولة من مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية، حيث حقق المشروع أرباحا وفوائد لكل الأطراف. وفي الأثناء يمضي الجهاز إلى التوسع في مشروعات زراعية وخدمية بجانب تأسيس مدينة صناعية تستوعب الآلاف من الطلاب. بعد أن عانى لست سنوات حسومة في البحث عن وظيفة تكفل له الرزق الحلال والعيش الكريم، نجح أحمد محمد آدم ضمن 84 خريجا وخريجة في تأسيس مشروع للإنتاج الحيواني بإشراف مباشر من الجهاز القومي لتشغيل الخريجين بولاية النيل الأبيض وتمويل من مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية. المشروع حقق أرباحا وفوائد على مختلف الصعود. نحن بدينا العمل ده سنة 2017، والآن يعني نفذناه في بداية السنة 2019. المشروع يتمول من بنك الادخار لعدد 84 خريج وخريجة، ونحن الآن حققنا يعني في الدورة الأولى يعني أرباح غطت لنا كمية كبيرة، يعني حتى غطت لنا التكلفة بتاعت الإنشاءات بتاعتنا. فهنا ومن مدينة الجزيرة أبا يحتفي جهاز تشغيل الخريجين بتسويق الدفعة الأولى من العيول المعدة للصادر عبر شركة الاتجاهات الحديثة، في وقت يمضي فيه الجهاز نحو التوسع في هذه المشروعات لتشغيل أكثر من 42 ألف خريج وخريجة في مجالات مختلفة، ما قد يسهم في خفض معدلات الفقر والبطالة. مشروع أكمل 60 يوم، وهذه العجول التي ترونها أكملت 60 يوم، هي الدورة الإنتاجية. الحمد لله تم بيع العجول في هذا اليوم لشركة الاتجاهات، وحققت أرباح 40% بالنسبة للخريجين. بالمختصر كدي كل خريج جاته 5000 من هامش الربح. وبعد نجاح مشروعات الإنتاج الحيواني والبيوت المحمية، يسعى الجهاز إلى تنفيذ خطة رامية وتتعلق بإنشاء مدينة صناعية تستوعب آلاف الخريجين والطلاب تدريبا وتشغيلا، ما قد تعد نموذجا يحتذى به في الريادة والتميز. مشروع المدينة الصناعية، هذا المشروع بيضم 1000 خريج من كليات الهندسة والكليات التقنية، وكذلك كليات أو المدارس الفنية والمعاهد الحرفية والتدريب المهني. وده يعني الدولة وجهت باعتباره دي عمالة ماهرة بتتخرج من هذه المدارس والحقول، لازم يضع عليها قالب بتعامل يتم استيعابه. وفي الوقت الذي حققت فيه مشروعات تشغيل الخريجين نجاحات مقدرة، أكدت السلطات المختصة التزاماتها برعاية مشروعات الجهاز حتى تعود بالنفع على كل الأطراف. نشكر أخواننا في المصارف وفي البنوك وكل الذين يعني يساعدون هذه الأخوان الشابات اللي بيقوموا بالعمل القيم دي، نحن والله نقيف معاهم. ونحن طبعا علم شغلنا كله كان في العسكرية، ما كنا فاكرين للحاجات الثانية دي، فنحن بقينا بالتلاميذ إن شاء الله هنجري وراكم عشان نعرف الحاصل ونزيل الغبن والعطالة من أهلنا إن شاء الله كل الخريجين. وعلى كل حال، قد تسهم هذه المشروعات في توفير العمل الخاص والتعاوني لآلاف الخريجين وبعوائد مجزية، مع دعوات بتعميمها على كل محليات الولاية، زيادة للإنتاج ودعما للاقتصاد القومي. صديق السيد البشير الشروق، ولاية النيل الأبيض، الجزيرة أبا.